اهلا اهلا. حس اني كذا ما ادري متحمس لاني قاعد العب لعبه شوي تخوف. ما اللعبه ما تخوف اساسا، لكن انا احس انها تخوف لاني انا اصلا ما العب العاب تخوف. مو لاني اخاف، لاني ما تستهويني يعني. A poltergeist. Its existence is one of rage and hostility, and its very presence turns ordinary objects into deadly projectiles. Oh, shit! يا ساتر، وش تحسون فيه؟ وش ذا؟ لا شو، احس ان كان في شيء هناك بس طلع ما في شيء. طيب احنا لازم ندخل جوا صح؟ الظاهر اي ندخل جوا. في احد هنا؟ The scene traces of violence. A ما أحب الهدوء هذا اللي في الجيم، بعدين فجأة يطلق واحد كذا. ما أدري شلون عبد الله الدوسري اللي من فريق قامر زيفات صراحة يسوي ال. I think these are keys for the motel rooms. Keys حلو. أدي الشنطة إكزامن. Satellite and now this. That place might be involved. طب انا ببدا بس اطلع صوت عشان اخو، عشان اذا خفت. نقفل الباب. لازم الهي نفسي شوي والله، من جد ما له داعي يطلع لي احد الحين. لا طيب نروح ورا، طيب نشوف السالفه. في شيء هناك، خلنا ناخذ الشيء. اللهي نفسنا في اشياء، ابي افهم انا هذا الكتاب ذا وراه مطير في كل مكان، وش يحس في امك؟ وش تحس فيه انت؟ The strands of webbing glistened in the beam of my flashlight, fine, almost ethereal. They were fresh and right in my path. I held my breath and waited, ear straining. Nothing. I moved on, concentrating on the task at hand. Just get what I was looking for, then leave. That's all I keep telling myself. For a moment, I actually thought it might be as simple as that. Then, I heard too many legs skittering across the ground. والله ما ادري ايش احس فيه صراحة. جدا جدا ما ادري ايش احس فيه، معليش اعذروني بس كنت قاعد اكتب مسج في الجوال لانه ما ابغى يزعجني الجوال كل شوي وانا قاعد العب. احس انه جدا مزعج. طيب وش السالفة؟ نقدر نفتح؟ هذا الباب اللي كان مقفل من جوا. والله متباشة بعد. طيب وش السالفة الحين؟ نروح موتيل. موتيل هناك. Emma Sloan was a believer in a great many things, most of which were entirely fallacious. أوف يا دلعن. Emma Sloan, an innocent victim of his dark half, more collateral damage. In the ongoing war, damned by forces beyond her control, as much as my own intentions. I won. Oh, هذا اللي يتقسمون، ما أدري كم واحد. وين راح اللي هنا؟ لا تذبحني. خير يا ابوي جدك. طيب الشتقن نكبه صراحة، ولا عندي فلايرز الحين. يا الهي يا الهي. طيب نبي نروح حنا هنا. اشوى باقي في هناك رصاص حلو. هذا ما يشتغل.
في شيء هنا جوا هذه غرفة. بيطلع أحد هنا ولا شيء؟ خلنا نأخذ هذه. My own face peered back at me from the TV screen. For a moment, I struggled with the sensation of déjà vu. How many times have I seen myself? كم الديجا فو لما يصير لك موقف؟ تخيل إنه مثلاً تخيل إنك جالس مثلاً في مكان فجأة كذا تحس إنك أصلاً أنت قد عشت الموقف ذا من قبل، فتقول أوه والله هذا الديجا فو يعني قد صار من قبل يعني شيء هذا. ما أدري وش أصل الكلمة، أتوقع إنها فرنسية ترى. اسمها ثقافتي مي فرنسية، ثقافتي جيمرية. طيب افتح الباب بس خلنا نطلع، بس ما أحب الغرف اللي كذا. أنا هنا مسكر ذا. خلنا ناخذ رصاص من هنا، ناخذ بطاريات. ودي أطل وش هناك بس إني خايف. نفتح الغرفة ذي. أيوة من هذا؟ Michael Farabee. Michael dead, tortured, dressed in clothes that bore the name of a local observatory. A slim lead, but solid enough. It stirs something deep in his mind. He knows where to go now. طيب جيب هذا. أيوه. شرفة. The observatory, hot on the heels of the Herald of Darkness, the champion of light forges on. To see the stars. يا سلام. مفتاح بيودينا ما أدري وين الحين. خشوا. كان مفروض إني رحت للنجمة اللي مو بهذه الثانية عشان نخلي هذه آخر شيء الظاهر. An observatory, a place for a man to witness the magnificence of the universe, but such insights are not what the champion of light is looking for. وش هو champion of light؟ to find a weapon. لا يكون champion of light هو هذا آلن. أحس إنه كذا. إنه مسمي نفسه champion of light. ما أدري شو حسي. طب خلينا نشوف إن الخريطة هنا عشان زي ضريات المجمع. روح الخريطة هذه تلقى المحل اللي تبيه. رجاء من الأستاذ. طيب شو السالفة هنا؟ هذا شغله. يصير. طيب unlock. ما احب الاماكن، انا اماكن زي كذا ما احبها. طيب ها ايوه هذا اللي ما اتفقنا عليه. As a storyteller, my first real love was crime, and it was in that genre that I finished my first novel, starring the perpetually miserable Alex Casey, whose entire life was a wound that never healed. The books sold as fast as they hit the shelves. I wrote 5 more Alex Casey books, and they all were bestsellers. وش دخلني في أم كتابك أنت؟ يقول أنا كاتب وكتبت كتاب ناجح جدا. وش دخلنا طيب؟ رايح قاتل ذا اللي يطلع منهم دخان. طيب كوشن شو؟ ليش احس انه بجيب العيد اذا دخلت هنا؟ خلوه بس خلنا نمشي من هنا، ما نحتاج اصلا رصاص عندنا. كني شفت شيء يلمع؟ لا ما في شيء يلمع. في حاجة تلمع ولا حاجة من هنا؟ نشوف ايش فيه هنا. ما في شيء. المفروض يحطون كذا شريط تحت عشان يقول لك كم باقي لك عشان لين تركب. والله يا عيني يا عيني. يزني الشتقن اللي كان يطيرهم. هذا وش هو؟ ما في شيء.
اوه في لمبة هنا كويس حق ال حق الهيلث. طيب خلنا ناخذ رصاص من هنا. كيف فلاش بانج ايش تزين سب ماشين ايمو فلير. خلاص ما عندنا شيء. يلا ناخذ هذه ونقراها في 53 واحدة. يا ساتر فايتينج. I've carried a flashlight and a gun for so long that I feel naked without either. It's all too often that I need them. The darkness protects the taken. Shadows crawl over their forms like living things, protecting them from harm. Blows that would injure or kill a human outright mean nothing to them as long as the darkness persists. But light makes them vulnerable. Light burns the shadows away. The darkness that drives them is still in them, but now they're okay. vulnerable. يقول لك الدخان اللي يدور حولهم هو اللي يحميهم من لو تشوفون لو اطلق عليهم بالمسدس وهم فوقهم ذا ما يتاثرون. فالنور او اللمبه اللي معي الكشاف يوخر ذا السواد او الدخان اللي يدور فوق راسهم فيخليهم سهل انك يتاثرون يعني. طيب ترى انا بس قاعد استكشف هنا اشوف اذا في شيء ولا لا ولا ترى ما ادري يعني الطريق هين عارف انه من هناك بس انه صوت. هنجرب ندخل هنا إذا كان إذا كنا نقدر. طيب نكمل الحلقة الجاية.